بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم رب علمنا ما جهلنا منه وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام باب كيف المسح مسح واسده المسح على الخفين أي باب كيفية المسح مسح كيفية سأي أبابيه وباب أو مصنف أو غهد ليه sida khufaynka loo masaxayo kayfiyada marka fiirisid marka musannifku ahadiistiisa kuma soo aruurin doona laakiin wuxuu ku keeni doonaa maxalka la masaxayo ahadiista isku khilaafsan ma waxa la masaxaya a'la al-khuffi bis mas waxa la masaxaya asfal al-khuffi bis mas labadaba waa la isku daraya أيوة مصنف قد وحمد دونا إن شاء الله تعالى وأنا ماذا مسأله فقهاء السلف أي إسكو خلافين وحال مسحيا أعلاها بس يا وحال مسحيا أسفل كأي أعلاه إسلجرة لابدوا واجب إن لم صحوا ما يمدنا وصلنا منا وواجب وخلاف دير أو متغنى فقهاء الأمصار أي إسكو خلافين علماء غار مركو حليهن مسح أعلى الخف بس واجب ومسح أسفل الخف نوى مستحب سداس ومذهب مالك يا إمام الشافعي يا كثير من الصحابة والتابعين وأنا مذهب لجوري علماء فربضان وكمذيا ابن عمر إيه لجوريو رجس وحيليهن وحويان أعلى الخف بس الله مسحيا وإيا واجبة لكن أسفل كان والله ودرايا لكن أسفل كوا مستحب ساسا علماء سقطة جن علماء غارنا وحيل ليهن مسح الأعلى والأسفل لابد بو واجب وأنا مذهب ابن نافع من أصحاب مالك علماء غارنا وحيل لهن مسح الأعلى بس واجب سننا ما أهانين مسح الأسفل أسفل الخف بن أولى جنه إلا مسحاه سنة ما أهانين واجبك وإن ظاهرك لما صح لكن إن مطان لما صح باطنك أما أسفلك سنة ما هن سداسنا ومذهب أبي حنيفة والسفياني وجماعة من أهل العلم مرك خلافك وبدينها هي مسألة ذا كجرة سبب الاختلاف سببت أي سلف اسكو خلافين وتعارض الآثار الواردة في ذلك مسح الأعلى ومسح الأسفل باوحا كسو أروري أمتاني آثار استعارضيس سبب كلو خلافك ذا كنا وحويا مسحيق غسلق ما لغو شبهي كرا مسل لغو ما شبهي كرا رقا غاروي كشبهين مركاسي وحي واجبين مسح الأسفل إيو متغن ولا أعلى الله بضبا رقا غارنا وحليا لسكو ما شبهي كرا مركا آثار تا كسو أرورتي كسو أرورتي متغن هي كسو أرورتي في مسل مسح الخف أعليه سي أسفل كيسا iyo tashbiiha qasliga iyo la isku shabahayo ma taqanahay iyo la isku shabahayo iyo ma taqanahay la isku shabahayo qasliga iyo la isku shabahayo masxiga labadaas ayaa sabab waxay u yihiin ikhtilaafka fuqaha us salaf ay is khilaafeen asalka isu khilaafan labadaas waa uu noqonayaa khilaaf aathartu barka waa mutaarid musannifka aanu wada keenay doona insha Allah ta'ala حديث المغيرة بن الشعبة حكص أروري أنه صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وباطنه ولبا مركو كوري أرض متنك لورات كاتب المغيرة أي سداية لكن وحاجر الضريخ قالوا أو مركل لقوري مسح أعلى الخف بس أو مغيرة بن الشعبة نبي كشيغ لكن من ضريق وراد كاتب المغيرة حكص أروري مسح أعلى الخف وباطنه وحكى له جرى حديث علي سيد علي متغن اللجوري مصنف كونه كان دونه الدنيا لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه لكن وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه لبدأ حديث ومتعارضا حديثك علينا وحوت السنية أنه صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه وأعلاه لجيده حديث مغيرة بن الشعبة نوحو تسنية أنه مسح أعلى الخف وباطنه بادن كان وحلو لجدة أسفل الخف لبدا حديثه متعارضان ولماذا مركا لبدا طريقي مرين رغنا وحي مرين طريق الجمع رغنا وحي مرين طريق الترجيح
طريق الجمع رقم مري ومالك إيه الشافعي وحيليهن لبدا حديث به حديث كبنقيرة ويري مسح أعلاه وأسفله وحان لأنه ومحمول على الاستحباب حديث كعلي ويري نبي وحو مسح ظاهر كبسنا وحان لأنه ومحمول على الوجوب سيدا دراد دي دا لبدا حديث بوانكو عمل فلينه الليين حديث كمقيرنا وحان لأنه ونبي أسفل كمسحي ومحمول على الاستحباب حديث كألكم هدالي علي أي نبي ومتاني وعلي أوير نبي وظاهر كبس ومسحنا وحان لأنه ومحمول على الوجوب سيدا دراد دي دا علماء صحي مرين مذهب الجمع أي مرين ابن رشد النوحي هذا وهي طريقة حسنة إلا لبدي حديث بإن لو عمل فلوه وحيلي مركز علماء وحيليهن غاية الأمر وحين غنيسة نبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح تارة على باطن الخف وظاهره كحديث المغيرة وتارة اقتصر على ظاهره وأن حديث علي ولم يروى عنه ما يقتضي المنع من أحد الصفتين فكان جميع ذلك جائزا وسنة هذا مذهب مالك ومذهب الشافعي وانا مذهب ترجيح مع علماء مرتوى عنده مذهب الجمع مذهب ترجيح رق مري وحي ليهن وكال جبين رقنا وحي رجحين حديث كعلي ورده يمسح يمسح على خفيه بس رقنا وحي رجحين حديث كمغيرة ورده يمسح على الخف وباطنه رق رجحي مركة حديث كمغيرة كان الرجح على حديث علي وحيليه من جهة القياس أي وافق سيه محيلي علي وحو مغيرة وحو أسفل كنوام صحي أعلاه نوام صحي قياس قلنا مركب واسدا سيلي مركب حيك القياسان أيان مسحي يغسلي ساسي رقاس الرجحين رقنا وحي رجحين حديث كعلي وحين نكون رجحين من جهة السنة وانا نو إيمان دون لابد حديث كحديث كعلي أود بدا ومركب سيوحي دهن ظاهر كبسا لما صحي هو أسفل كإن لما صحيح سنة مهن ومذهب كأبو حنيفة مركا حول متغنى نكالير ابن رشد مركا وحولي هاي والأسعد في هذه المسألة هو مالك نكا أغمتان كل باني مسألة وطريقة أغو أسحسن مري ومالك هذا شافعي ولجري أردقي سواي سكو مذهب واي وإن لبدا حديث للجمعيه وحديث كمقيرة وأسفل كشيء لنا ومحمول على الاستحباب أسفل كإن لا مسحوا سنة متقنا حديث كعلنا اللي يرهضوا وكوقاب صدي يمسحوا على خفيه ليرا ومحمول على الوجوب سيدا صوية مركة مركة خلاف كتابك ونوكينا دو مركة هي محل المسح التحديد كي سوا تحديد محل المسح واي سيدا صانا السلف كسكو خلاف سيهي أسباب تيسو خلافنا وحوى تعارض كآثار تكسو أرورتي رجع غار مذهب الجمع ومرين كمالك والشافعي رجع غار وحي من الترجيح مركزي وحي رجع حديث المغيرة لأنه يوافق المتن قياس رجع غار وحي رجع حديث المغيرة عنده علي ورده يمسح على الخفين بس لأنه قوي من جهة السند مسألة وفقه كتاب نوعي من دون مركز السوق أبو إنتاس أما كيف إذا مسحي سلف قدنا وسوق لافسين فقادوا لك أنا مذهب كين وفقه كان قصة مرنيو وإن لابد قعمود متان قعنت بدحد الله صارو عربت هوستي الله صارو عقب الخفي مدكتنا الله صارو أضرافع أسابعيه ومركا مدكتنا لين عساق الله صوضو بدحد الله وضع إلى أضرافع أسابعيه ووضو ومذهب كي متان مشهور كأهيون متان فقه يكون نغين كيف يدو مركا واسدا لكن حديثك وحقوب بدين هاي ونوك دون مصنف التحديد كمحل المصحي وبه إليه قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن الصباح البزاز الدولابي ثقة حافظ قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد صدوق تغير حفظه قال عبد الرحمن وحوري ذكره أي الحديث أبي آبهي ونكل عبد الرحمن آبهيس عبد الله بن الذكوان القرشي ثقة فقيه من صغار التابعين ذكره حديث كأبي آبهبا عن عروة بن الزبير كشيغور من ثقات التابعين وكوري عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النبي صبن وحوها يمسح على الخفين لبدا خف إن مسح نبي وها رواية دانوا حديث المغيرة لكن في متان مسح علاه إيا وباطنه ما أهن محيلا وروايته وحكورين يمان عروة كورينيه
marka uu masaxa aclaahu wa baatinahu uu muqiira wariyo waa marka waraad ka wariyo أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وحو يمسح على الخفين وقال غير محمد بن الصباح محمد بن الصباح غير كيس وحو يري مسح على ظهر الخفين لبد خفو دشودا ايو مسحي وقال غير محمد بن الصباح ومشايخ كله اي مصنف كو حديثك او كوريو سيده محمد بن الصباح او غوريو بركه وحو له روايه محمد بن الصباح لفظه وحو يمسح على الخفين بس أما غير محمد بن الصباح ومسح على ظهر الخفين غير كان مصنف كحول جدي علي بن حجر بن إياس السعدي ورواية أو صار إمام الترمذي إيا أبو داود الطيالسي محمد بن الصباح سوري ورقا وغوريا مركا محمد بن الصباح نلفظه وحوكدغ يمسح على الخفين غير محمد بن الصباح نوحوكدغ يا مسح على ظهر الخفين ما الفرق بينهما مرق فرق مرق ودخيا وحو يحيى روايه غير محمد بن صباح محمد بن صباح وهذا عندنا علي بن حجر اي ابو داود يالسي عندنا ونص في المسح على ظاهر الخفين خفين كدشوده ان لمسح يا نسكو تحي اوو يمسح مسح على ظهر الخفين اسفل كوكما جرى مركز مريده وحي ظاهر كتا على ظهر متى نسكت على ظهر الخفين اما روايه محمد بن الصباح هبطت سيس ظهر الخفين الا مسح لكن نسك ما اهن وحا احتماشا هدي لي راد مسح على الخفين انه كان متى محتمل حكي انه كان مسح اعلى الخف واسفله اعلى بس انه مسحنا محتمل كيا لكن اعلى الخف بس انه مسح وحا ظاهر متى نسكو روايه غير محمد بن اسحاق هل كاسونا مصنف اول جدا والله اعلم ما دام خلافك وكجريو ما اعلى الخف بالله مسحيا مسا اسفل كوا لو دريا روايه محمد بن الصباح احتمال باكو جرى لكن روايه غير محمد بن الصباح ليس فيها احتمال استدراد اذا مركه وحي نوقي ما دام الشيوخ دي بدنات بعد الرحمن بن زياد اي كوريان على ظهر الخف كان مركه وحان كو معنينا نينك ليرهدو ما تقناهي روايه محمد بن صباح مركه ولي كان يمسح على الخفين اذا وحان لنا كان يمسح على ظهر الخفين ما حيل رك وح لو وري جري با ظهرغا شيغي خفين كدشد ومسحيه تاسا اذا مركه لنهي حديثك حسنه الترمذي ونقل المنذري تحسين الترمذي وأقره إمام البخاري نوحو يري هذا أصح من حديث رجاء عن كاتب المغيرة عن المغيرة بن شعبة وحديث كان نوع إمام دون ليه دون نبيه أعلاها نوا مسحي بادنك أو أسفل كان نوا مسح كان هناك حقبة بوليه ونصح مركا حديث كان مغيرة وحور عسيني هاي حديث علي بن أبي طالب ورده يمسح على خفي على ظهر خفيه بس حديث كمغيرة وخلاف صار مركدي ونوى من دونه وبه إليه قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن العلاء بن كريب قال حدثنا حفص يعني ابن غياث محمد بن العلاء حافظ ثقة حافظ قال حدثنا حفص يعني ابن غياث بن طلق ثقة فقيه عن الأعمش سليمان بن مهران الأسد الكاهلي ثقة حافظ عارف بالقراءات من صغار التابعين عن أبي إسحاق السبيعي وعمر بن عبد الله الهمداني ثقة مكثر عابد من التابعين عن عبد خير بن يزيد الهمداني ثقة من كبار التابعين عن علي رضي الله تعالى عنه قال سيد علي وحور لو كان الدين دينك بالرأي رأي هدو أهان لها ما أخذ الأحكام الشرعية هدو مجرد العقل نقول لها دون الرواية والنقل حدي أحكام الشرعية ماشا لقاها مجرد العقل نقول لها دون الرواية والنقل لكان أسفل الخف خفك أسفل كيس وحو أهان لها أولى متك هبون بالمسح من أعلاه مدعوه هبون بوها لها لما؟ محايل أسفل الخف وحو أيهي أولى بالمسح لقربه من الأوساخ والقاذورات من أعلاه اللي إساقال لقص عنايا وهدي وحل لقول إستاقيا إساقال لقول إستاقيا مركا دينك دو رأي أهان لها أسفل الخف باك أولي سنالها إن لما صحو من أعلاه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قصوم بان أركبه ورمرك صلى الله عليه وسلم يمسح مسحيا على ظاهر خفيه اللبدي سخف الدشود مسحيا وأن أسفل كم مسحين
halkaas marka waxaa ka cadbo urudiinka uusan ra'yi ahayn waxaa ila dow ra'yiga ra'yigu wuxuu keeni lahaa meesha qaaduuraadka iyo wasakhda u dhowo lagu istaagayo in la masxay keeni lahdo laakiin diintu wuxuu yihi waa riwaayo iyo naqli waaye xadiidkan cali haddana waad arkaysaa waa axaadiista ay deliseen ragga qabaahi waxaa la masaxayaa daahiru lkhufayn bis min baabi tarjiixna qaatayoo riwaayadan ayiday si abu xaniifa oo kale laakiin maalik iyo shaafici waxaan soo sheegnay riwaayadan inay ku ximbaarayeen calalwujuub tan dambona imaan doontana calalistixbaab xadiidkan alxaafid ibnu kahiir fii irshaadi alfaqiih wuxuu yihi rawaahu abu daawuuda biisnaadin jayidin xaafidkuna fi lbuluqi wuxuu ku yihi isnaaduhu saxiixun waqaala fi talkhiisi cafwan fi lbuluq wuxuu ku yihi isnaaduhu xasanun wa fi talkhiisna wuxuu ku yihi isnaaduhu saxiixun labaduba waxay ayidayaan daahir alkhufi bis in la masaxayo wabihi ilayhi قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن رافع ابن أبي رافع ثقة قال حدثنا يحيى بن آدم بن سليمان ثقة حافظ فاضل قال أخبرنا يزيد بن عبد العزيز بن السياه من كان واثقة عن الأعمش هل كان مصنف كوحوك بلابيا حديث كعلي أن هدى صومرني وهدى متى أن أنصور دافني با الفاديس لإسكو خلافي حديث علي في المسح على الخفين اختلف في ألفاظه xukum ahaan waa intaan soo marnay yamsahu calaa daahiri khufayhi waayo xadiidka cali xadiidka marka alfaadiisa khilaaf ka jirtaa marka gudagelayna dhowr wuxuu keeni doonaa mataqaanaa mucallaqaadna wuu keeni doonaa hadda sanadkana wuuba keenyaba wuxuu yihi marka an cabdilcaziiz ibn yaziid ibni cabdilcaziiz ibni siyaahin waa nin thiqa can ilacmashi buu ka wariyey sanadkii horeyaa acmash ka warinayay xafsu bnu khiyaathin mujada labada nin baa marka alfaada xadiidka iyo siyaaqa ayagoo acmash ka wada warinaya bay isku khilaafayna marka fiiri canil acmashi buu ka wariyey biisnaadihi isnaadi lacmashi ayuuna ku wariyey sanadki acmash marka muxuu ahaa acmash can abi isxaaqa can cabdi khayrin can caaliyin iyagoo isaguna ku wariyey sidii xafs buu ku wariyey bihaada alxadiidi xadiidkanuna wariyey xadiidka waa xadiidka xafs oo isaga lasinaa u wariyey qaala marka cali wuxuu yidhi haddii aan rabnana waxaan dhihi karnaa qaala wuxuu yihi yaziid laakiin mar walba waa fii riwaayatii can caliyin bisanadihi ilaa caliyin buu ku yidhi qaala wuxuu yihi marka ninka la yidhaahdo qaala wuxuu yihi ninka la yidhah yaziid ibna cabdilcaziizi qaalas caliyin wuxuu yidhi asagu marka uu leeyahay qaala caliyun cali lama kulmina waa bisanadi hadda aan soo marno kuleeyaha qaala cali wuxuu yihi maa kuntu ma aanan ahayn uraanana umalaynayo baatina alqadamayni labada gumadood baadinkoodu inuu yahay umalaymaynin ilaa mataa umalaymaynin ilaa axaqa mid ku xaqnimo badan inuu yahay mooyaane bilqasli dhaqid xataa ra'aytu rasuula allahi ilaan arkay sala allahu calayhi wasalama yamsaxu calaa dahiri khufayhi alfaad hariiba keena mujada ghasli maba la joogaba baadinu lqadamayn gumadna iwdaan la masaxaynba dee khuf baa la masaxayaa marka siyaaqa xadiidka yaziid ibnu cabdilcaziiz yukhaalifu siyaaqa xafs ibni khiyaathin soo saas maahan was khilaafsan yahay maa kuntu marka ma aanan ahayn buu uraa inaan umalaynaya baatina alqadamayni baatinkaasu marka waa bimacna alasfal waalqadamayna waa bimacna alkhufayn waa min idlaaqi alxaali cala almaxal ahay mataana qadamaynkii oo mataqaanay xaaligii ahaa khufaynkii baa maanta loola jeedaa marka waxaan leynaha ma aanan ahayn uraa inaan umalaynayo baatina alqadamayni asfala alkhufayni saasoo marka macnuhu wuxuu ku noqonayaa marka saxiix maa kuntu ma aanan ahayn uraa inaan umalaynayo baadina alqadamayni asfala alkhufayni labada khuf asfalkoodu ilaa axaqa bilqasli ghasli ghasligaasna maanta masxi baa loola jeedaa maxaa yeelay alqaslu yustacmalu bimacna almasx riwaayad fara badanna waa riwaayad fara badan oo sidaa masaxa matana ka cabirayana qaarna waan soo marnay qaarna marka wuunu dhiman yahay marka alfaada siyaaqaasuu marka cabdilcaziiz ka dhigay laakiin laabudda min ta'wiil waa in sidaa lagu awilaa marka ilaa axaqa bilqasli ay bilmasxi xataa ra'aytu rasuula allahi ilaan arkay sala allahu calayhi wasalam yamsaxu nabiga suubani calaa daahiri khufayhi labadiis khuf daahirkooda dushooda soo masaxay ilaan arkay waxaan u malayn jiray wari asfala alkhufayni inay yihiin axaqa bilmasxi waahiyo idan marka waxaa weeyaan waxau musanifuna tusay marka siyaaqa lafdiga cabdilcaziiz can ilacmashi yaziid ibna cabdilcaziiz can ilacmashi iyo xafs ibnu khiyaath can ilacmashi siyaaqa iyo alfaadooda way iskhilaafsan tahay laakiin markaan awalna isku macnay markay yimideen xadiidkuna marka xadiidka hore waaye warawaahu wakiicun can ilacmashi haddana khilaaf kale waay warawaahu haddana xadiidka waxaa wariyey wakiic ibnu ljaraax
waa nin thiqaah oo caabida oon mashhuur aagtayna ka ah canil acmashi buu ka wariyey sida xafsun iyo yaziid ibni cabdilcasiis ba ay camash uga wariyeen biisnaadihi asna sanad alacmash buu ku wariyeyo acmash wuxuu ka qaaday can abi isaaqa can cabdi khayrin can caliyin qaala marka cali wuxuu yidhi wakiic baa marka riwaayada qaala wakiicun wuxuu yidhi qaala caliyun cali wuxuu yidhi marka saa wakiicinayna bisanadihi buu ku leeyahy sanadkan unba u maray qaala cali wuxuu yidhi kuntu waxaan ahay uraa inaan u malaynayo anna baadina alqadamayni isku macno way mugta isku lafdiga ka dhigeen marka ninka la yidhi cabdulyaziid iyo wakiic anna baadina alqadamayni anna asfala alkhufayni waxaan u malaynaya axaqu bilmasxi kan mujada buu bedelay axaqu bilmasxi kii horena muxuu ahaa axaqa bilghasli marka ghasliga bimacna almasxi waaye marka kuntu waxaan ahaa buu yidhi waraa inaan u malaynayo anna baadina alqadamayni labada khufood asfalkoodu axaqu inuu yahay mid bilmasxi ku xaqnimo badan min daahira maa uga xaqnimo maxaa yeelay wasakhdii qurunkuu asfalku u dhow yahay xataa ra'aytu rasuulallaahi sala allahu calayhi wasalama ilaa nabiga subanaan arkay yamsaxu daahirahumaa daahira alkhufayni khufayku dushooda soo masaxaya qaala wakiicun wuxuu yidhi qadamaynkuu fasiraa marka qaala wakiicun wuxuu yidhi yacnii caliyun alkhufayna alkhufayni ayuu ula jeediyaa baadina alqadamayni baadina alkhufayni buu ula jeediyaa marka alkhufayni waa tafsiirun lilqadamayni waa sanadka kusoo fasirna mujada marka riwaayaddan wakiic lababa way naga xallisay ghasligu bimacna almasxi inuu yahay way xallisay soo maragtid waxay kale xallisay ma taqaanee qadamaynkaasuna bimacna alkhufayni inuu yahay marka siyaaqa ay isku khilaafeen ayuu matana uu ka mid yahay xadiidku waa isla xadiidkii siyaaqa unbab musalifu marka na barayaa sidaa marka ninka lea wakiic wuxuu ugu fasirayaa inaan la tawahumin in nafsu lqadamayni loo jeedo anna baadina alqadamayni nafsu lqadamayn ma ahan ee khufayn baa loola jeedaahu marka leeyahay wa rawaahu haddana marka xadiidka wakiic marka riwaayata wakiic waa mucallaqa maantay waxaana wasliyay iyadoo mawsuula soo saaray ibnu abi shaybata fii musanafihi axmedna wuxuu ku soo saaray fil musnad buu ku soo saaray wa rawaahu haddana xadiidka waxaa wariyey ciisa bnu yuunus baa asna xadiidka wariyey ciisa ibnu yuunus ibna abi isxaaq asabiici oo nin thiqahu ma'muun ah canil acmashi buu ka wariyey sida wakiic iyo yaziid iyo xafsiba acmash uga wariyeen ardada haddana acmash ka wariysa waxaa ka mid a ciisa ka mid a ciisa can ilacmashi laakiin isaga wuxuu ku wariyey kamaa rawaahu wakiicun can ilacmashi wakiic siduu ku wariyey un ku soo marnay unbau marka isaguna ku wariyey wa rawaahu waxaa kaloo marka riwaayadan haddana ciisa ibnu yuunus waa mawsu lafteeda waa mucallaqe eh imaamu nasaa'i baa fi lkubra ku soo saaray ayadoo mawsuula ah riwaayatu wakiicin aan dhaho riwaayatu ciisa kamaa rawaahu wakiicun buu isaguna wariyey wa rawaahu abu sawdaa ayaa hadda abu sawdaa'i ayaa haddana xadiidka wariyey abu sawdaa waa camru bnu cimraan annahdiy waana nin thiqa ah waaye waana nin thiqa ah waaye ayaa haddana xadiidka wariyeyo wuxuu ka warinayaa ninka la yidhahda can ibni cabdi khayrin can ibni cabdi khayrin waa almusayib ibni cabdi khayrin alhamdani waa nin thiqo ah asna wuxuu kasii warinayaa can abiihi marka ibnu cabdi khayrin sanadkii hore markaan fiirinayo wuu mutaabacaynaya nacam abi isxaaq mutaabacayna hore waxaan usoo marnay ardada acmashaa iskhilaafsaneed soo ma oo siyaaqa isku khilaafsaneed musanifu marka maanta wuxuu u wareegay shaykhu lacmashi abi isxaaqa raggii wax la wariyey iyaguna waxay wariyeen marka wa rawaahu xadiidka abu sawda ayaa wariyey waa camru bnu cimraan annahdiya thiqatun can ibni cabdi khayrin buu ka wariyey waa musayib ibni cabdi khayrin alhamdani thiqatun can abiihi waa ninka la yidhi cabdulkhayri qaala cabdulkhayri wuxuu yidhi ra'aytu caliyan baan arkay oo tawadaa weeseystay faghasala uu yidhi mujada faghasala iduna maanta bimacnaa masaxa waaye daahira qadamayhi ay daahira khufayhi labadiisa khufood korkooda ama daahirkooda ayuu masaxay nabigu calayhi sayid cali masaxay wa qaala cali wuxuuna yidhi lowlaa annii anigu ra'aytu rasuula allaahi inaan arkay sala allahu calayhi wasalama yafcaluhu masxigaas calaa daahiri alqadamayni nabiga inaan arkay isagoo samaynaya ma ahaateene maa facaltuhu anigu ma sameeyon buu yidhi maxaa yale waxaa ila toosnaa laheed in qayb toosa la masaxo wasaaqa marka waxa uu sheegay waa ninka la yidhaha abu sawdaa'i alxadiia xadiii alxadiia xadiia abi isxaaq asabiiciyi can cabdilkhayri ila ninkaasay wada samayhin waan
kaasoo kala marka sheegay buu yiri inta kala kaasay iska la mid yihiin marka intaasoo dhan masanif ma ku xulan jeeda riwaaha matan riwaayad riwaayada matan xadiidka cali riwaayad ku soo aroray iskhilaafsan yihiin fi baadhiha masxiba ku yimid bukhfiga lama saxo wa fi baadhiha waxaan ku soo marnaa ghasli waxaana ku awalna bimacna almasxi inuu yahay fi baadhiha waxaan ku soo aroray khufayn wa fi baadhiha waxaan ku soo aroray qadamayn qadamayn kana waxaan ku awalnay inay khufay yihiin mujadda ahay bal matra bal ila matra nin kale wakii ibnul jarrah oo wacdayaba qadamayn ka in khufayn ka loo la jeedo taasoo marka musannif kugu baraarujin laakiin xadiidku waa isla xadiidki bisu xadiidku xadiidka hore uu waayo waxba kama bedelna waayahay marka وانت ترى وحيد حديثك مقيري حديثك على لفظه بحين تصنين ان متقن النبي ومسح جرى ظاهر الخفين وبه اليه قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن علي بن كريب ثقة حافظ قال حدثنا حفص بن غياث بن ضلغ ثقة فقيه عن الاعمش بهذا الحديث بوري قال وحويري علي واي لو كان الدين بالراي لكان باطن القدمين اي اسفل القدمين وحو اهالها احق بالمسح من ظاهرهما اي اهالها بولي من ظاهرهما وقد مسح النبي النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ظهر خفيه خف متن خفيه لبدي خف الدشر ومسحي روايه داني ومكرره نسخ قرن بدغي سوما صور قارك تجي مايانو صافي عن لبكي هرم صوم الرواي حديث قرن كو وصل بلونيو محمد بن علاء وصوم الرسوم marka waska mukarrar waaye wabihi ilayhi qala rahimahullahu ta'ala hadathana musa ibn marwan al-baghdadi maqbulun iyo wa mahmud marka xadiith kale ka soo horjeedo marka galaya marka iyo wa mahmud ibn khalid as-sulami ad-dimishqi thiqatun al-ma'na wahidun musa ibn marwan iyo muhammad ibn khalid xadiithka ay ka wada wariyay musannifku waa isku macno leeyahay laakin wal lafdhu mukhtalifun al-fadda laakin isticmaalo isku kala bedel wa kala bedelantay قال الله بضبع حدثنا الوليد بن مسلم القرشي ثقة كثير التدليس والتصوية قال محمود وحويري قال محمود وحويري في روايته أسق وحويري قال الوليد وحويري أخبرنا ثور بن يزيد سدا سويري إلا شيخ موسى يا محمود بوك قاضي محمود شيخ سوليد وحو كشيغي وليد إنه وري أخبرنا ثور بن يزيد مجدا باللفظ الإخبار أما موسى فروايدي سكما عدينين بإخبار الوليد عن ثور اللي وليد مدلس سواي صمة تدليس كامنين مدلس سواي مكتاس ومصنف كو إلالينا يا وحولا يا محمود أساقو أخبرنا أي وليد كوري ثور إنو ير لكن نكالي رام موسى ابن مروان أساقو وليد إخبار كمشيغين طبعا وحولا يمد لفظي عن أي وليد أما وحولا يمد لفظي كلاو مما لا يستلزم الاتصال كحك أخبرنا أخبرنا وحي لازم لازم سنيسا حديث كينو متصل يهي مركا لفظ محتمل كوا بالاتصال وغيره بو مركا موسى ابن مروان ليم لكن إن كان باب متاني حديث كعلاد اللقوع إن لين لها ومدلس وليد إن كان باب مركا بدبادي قال وحور أغم وليد إن كان أخبرنا ثور بن يزيد أي نور موري ابن زياد الكلاعي ثقة ثبت إلا أنه يرى القدر عن رجاء بو كوري لكن يزيد نفس الديزو مانتا عن رجاء بوكورين يا ورنو إيمان دونتا هو ثور بن يزيد لم يسمع عن رجاء ففيه مركا انقضاع بين ثور والرجاء عن رجاء ابن حيوة ابن جرول ثقة فقيه من جلة الفقهاء الأعلام أسنا وحو كورين عن كاتب المغيرة وحاك لونو إيمان دونتا أن الرجاء أنا أسقنا لم يسمع من كاتب المغيرة انقضاع كلاوي مركا دانا مجدا عن كاتب المغيرة والراد الثقفي كاتب المغيرة ثقة من أوصاد التابعين رجنا وحان سو شغنا انو يهنن ثقة فقيه من جلة الفقهاء الأعلام رويا مركا حديث كسنة كيسا وحا كجرى انقطاعين بين ثور ورجاء كجريا وبين رجاء وكاتب حديث كجريا عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال مغيرة وحوري وضأت النبي حديثك حديثك مغيرة واي أغو مركا هو رسل أنصاب لأن عروة كوريني مركا عروة عن المغيرة وحوة فخصية هي رواية علي وهي يمسف على الخفين بس تنوى ورد عن المغيرة قال وغير مغيرة وحوري وضأت النبي صلى الله عليه وسلم نبي صوبان في غزوة تبوك أويسيي أويسي وحلو لجدا سببت الله الماء في وضوئه ويسيسي نبي أويسي سني بان بيه أوسبي ومرك لجدا وضأت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فمسح مركز النبي صوبان وحو مسح على الخفين بو مسحي إيوه
وأسفلهما لبضبا مجدا لبضا مركوا أو مسحي ساسو رواية كاتب المقيرة عن المقيرة واي لكن رواية عروة بن زبير عن المقيرة وحنصو مرني إنه النبي ظاهر خفين بس أو مسحيوا قال أبو داود وحويري أبو داود وحكم رجع حديث كتضعيفه وكميلها مكتئ قال ما أبو داود وحويري مشيرا إلى ضعف الحديث وحويري وبلغني وحيسو قارب وري أنه ننك ليراهذا ما تغنى هاي أنه شأنية لم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء أو سن كم مغل بائس وقارب وري مرك حديثك وتضعيفنا وحولي الثور كما مغل رجاء كما مغل تزول ليه وهي هاي لكن وحاجر رواية عند البيهقي عند الدار قدني إمام البيهقي أو كسو ساري من طريق الدار قدن كسو ساري أو عدين يسور دهيسة وليد بن مسلم ورهي حدثنا الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد حدثنا رجاء بن حيوة راويقو هدو حدثنا يرهدنا وحاوى إلا إنه بين لويها مهانا وحلقو حنباري ومحمول على السماع حدثنا رجاء بن حيوة سيدا سوليه رواية دا مركة مركة رواية دا دار قدن إيا متى نبيها غلبض بإيوريين رواية دا ستثبت سماع ثور من رجاء تامرك ولا قد داوبي تثبت سماع رجاء ثور من رجاء ولا قد داوبي لكن على الكلاون حديث قد داو الله بان او تقدرنا ان شاء الله تعالى حديث المركه طبعا واثار المتعارف كان شيغي نو كان هو شيغا اسفل الخف واعلاه ان لو نبغ متقنا او مسحي كي هرن وحن كسو مرني انه نبغ على الخف مسحي حافظك في البلوغ حديث كان وحور في اسناده ضعف امام الترمذي وحور هذا حديث معلول دور علانا لو سو اروري علده كباد وها ويان امام الترمذي وحور لم يرفعه عن ثور غير الوليد ابن مسلم حديث كان وحنا بقى الرفعي اون متى اثرق الثور وحكوري وليد بس حديث كان رفعي الا وليد با ثور كورينا سما حديث كان وحا موصول كدغه رفعي نيك اللي يراد الثور متى وليد بس أما أنت كلا جميع الرواة عن ثور جعلوا الحديث مرسلا حدي هذا مرسل لي النبي قالوا مكر متى أن الله مرفع عنه وجو النبي قال الله رفعي لكن وحنك وضع إنقضاء مركز كجرة إرسال با مركز ماشة كجرة وليد عن ثور بسبا حديث كوسلي أما غير الوليد عن ثور حديث كوي إرساليا رجع حديث كإرسالية وحاكم إذا إبراهيم ابن محمد باكمدة ابن يحيى الأسلمي عند الشافعي في الأمي محمد ابن عيسى ابن الصمعين باكمدة عند الدار قدني في العلال إنك استو إبراهيم أو يهنين متى أنا متروغ أو يهي لكنك لرأي محمد ابن عيسى ننسدو قواي حديث كمارك إرسال باكجرة إمام الترمذي وحوري حديث كان وحاوي ديولي أبا زرعاء يا محمد ابن إسماعيل البخاري بن حديث كان كورما إيري فقال هذا الحديث لا يصح لما وحيدين لأن ابن المبارك روى هذا الحديث عن ثور عن رجاء قال حدثت رجاء وحولي حدثت عن كاتب المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا مركا لبقى ابو كوري وولدك خلاف سيد المبارك مد كوبات لم يذكر ابن المبارك في سند الحديث المغيرة ابن شعبة وحديثك وحكاك إنه كاتب المقيرة عن النبي كوريني وإرسالك مجدا مدى اللبادنا وحوكاني انقضاء وكجر بين الرجاء إيه وبين إيه وبين كاتب المقيرة ابن المبارك وحكوري بيدهن عن ثور عن رجاء قال رجوا حدثت عن كاتب المقيرة كاتب المغيرة والتابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ابن المبارك المركزي ولسميه وليد بولسميه وليد ابن مسلم عن ثور ابن المبارك عن ثور محمد ابن عيسى عن ثور إبراهيم نكلير ابن محمد عن ثور مركز وليد ابن مسلم رجع وحلا ورنا يا رماه وخلافه وحقوسي الدرن ابن المبارك وخلافه وحديث كإرسالي عدينا وكاتب المغيرة يا الرجل لحد وذا إني انقضاع كجر labada marka xal loo meeli karo labada marka xal loo meeli karo sida daraadeed cilada kalaadna waxa waadatan aan ka jawaabinayo matan abu daud oo wiiray lam yasma thawr hada hadith abu daud waxa fikirkaas la qaba ninka leeyra oo sidaan ku hadith ku culeeyay
إمام البقوي موسى ابن هارون عبد الرحمن ابن مهدي لمن وحي ليهن رواية وحاسو أرورتي نينك اللي رامتغنهي أو ليهي ثور أو ليهي حدثت عن رجاء رواية سأرتي حدثت عن رجاء رجنا وحول لي حدثت عن كاتب المغيرة كما أنكو سامر رواية دي موارك سانكو سامر نوكالبو إذا المركة حاصلك وحوياي تندم بها بلغ الجوابه ورواية البيهقي إيا أنا إيا كجوابتي لكن نكالي راك رجاء إنو كم مغل إنو إنقداع إنو سان كم مغلين نكالي رادو كاتب المغيرة وعلو إلا لا بد من حيث كاتب المغيرة حديث كنو إرسالية سيدنا وحكوري إبن المبارك وكحوق بدن ولد المسلمين سيدنا درد الحديث كان حاصلك وحوياه أن جهابدة أهل الحديث كأبي زرعة الرازي والبخاري وأحمد بن حنبل وأبي داود والترمذي قد حكوا بانقضاعه وإرساله قابك إبن المبارك وريبي رجع المجدى سيدوك الحديث كان ضعفه الشافعي وضعفه ابن كثير وابن حزم والنووي رحمهم الله تعالى ابن صلاح نوحور هذا حديث ضعيف عند أهل المعرفة بالحديث سيدوك ضعفه عبد الحق الإشبيلي حديث كما هو ضعيف نبي أسفل إيه وحو مسحي إيه أعلو مسحي رواية كسوأر ارتوى ضعيف واسدان واسدان لكن وحان صلى الله مالك إيه الشافعي بحيق مهيمرين طريقة الجمع حديثا وحيك سوقات استحباب إن أسفر كان لمسعين السنة طيب حديث هذا ليس كدائن وحبري باعتامل هم حالي وجوبك واجبك وعمتاني وأعلى هواي سداد رديد وحوران إنك ليره إمام البيهقي وحويري هذا إمام البيهقي وحويري واعتماد الشافعي اللي مذهب كينا أسفر كوال لمسعين في هذا الحكم وحوايوري على ما رواه في القديم عن ابن عمر أنه كان يمسح على الخف وأسفله إيه حديثك ضعيفك وفي فضائل عمل الله وعمل فالك روى وأنا متغنى هي أسفلك إلا مساسد ابن عمر لو قوري أكل وحل لو قوري عن عمر بن عبد العزيز وإمام الزهري ومكحول وابن المبارك حديثك هو ضعيف لكن أي مدو حتى متن مالكي الشافعي كقاتن المستحب ما دام الصحابة فربان إيه تابعين فربان مركة إيسا ميجرتي وحاك لو مركة رقا قار أي يرهدان فهذا صامرنا عبد الله المبارك أنه كان يخالف وليد بن مسلم حكو خلافه في إرسال الحديث وفي الانقطاع بين كاتب والرجاء رواية كلا لقوع الله لهيس عبد الله بن المبارك سيد وليد بن مسلم حديثك ووريي ووسليي ومغيرة وقشيغي أو نؤيري متغناه رجع عن كاتب نؤيري ساسو كلاب ابن المبارك كوريا حديثك مرك ابن المبارك أبو حب وافق صيم بوليد المسلم سيدا سالي لك رواد لفتي ذا متغاني وركا ورسح ما أهانينو أحمد بن حنبل با وحوليه نعيم بن حماد با حديثك وقشي قوري ابن المبارك ابن المبارك مركو وقشي قوري كما حدثني الوليد ابن المسلم عن ثور قابك وليد كوري جري حديث كان موصول هي رجنا او كاتب كورينيه سدا سو ugu sheegay buur waxuna ka warinaya ugu Nu'aym ibn Hamad wuxuu ka warinaya Ibn Mubarak buu ka warinaya markaas waxaan ku jiraa Nu'aym oo sidii xadiiska aad Ibn Mubarak uga sheegay soo waatay sidii wali u wali jira had ka wada Ibn Mubarak waxa lagu yaqaan inuu yiraahdo xadiithu an rajaa'in wala yadhkuru al-mughira aw irsali hadithka maxaad ka wada sidaan ma aan sidii Ibn Mubarak uga wari jiray markaas oo Nu'aym wuxuu wariba wari aniga xadiithkaadii waydiinaysa waa kanaha markaas waxa uu isoo saaray kitaabkiisa qadiimka ah oo xadiithka uu qortay iyo isoo saaray markuu Ibn Mubarak wariinayay kitaabka qortay isoo saaray kitaabkan fiiriba wari kitaabka khadkiisa waa khad atiiq ah oo qadiim ah mar hore la qoray fa idan fihi mulhaqun bayna as-sadrayn bi khad laysa bil qadiim an al mughira al gudarbuli khadka intiisa kala waa atiiq waa khad mar hore خط كلام ملحقة والله بدأ الصدر أقول حيا وحو متى أنا أو جديدة وحاك كقرن بوري عن المغيرة وحديث كله وصلنا ويقول ساسو كتابي وصو صارون مركب حوري فوقفته عليه مركب سافرت ماشي صاروا حيروا كنا مجدا عن المغيرة وخط جديدة خط قديم كه عن المغيرة ملها ساسا مركب حوري أتو صبوري وحنو كيروري هذا الإسناد والمتى أنا هي لا أصل له
وحيلا والا الحاقيي ام انا خط عظيم كامهن مركه وحور نعيم بن محمد احمد بعده وحوي احمد با وحولي هي نعيم بن محمد جعل يقول للناس بعد وانا اسمع يضرب على هذا الحديث كثير الهجروا مركه رجع علماء غرب وحي كسرمن روايه ابن المبارك او نعيم ورينيو ba wixii moodan inay waafaqsan tahay riwaayada wariid muslim mana waafaqsano ciladaasana sidii laga helay hadithku markaa waa daciif fiqhiga iyo xukunka laga qaadanana waa soo marnay waana ma taqaanay hadithka markaa asiga dalaladiisa waxay tahay waa mashruuciyatul jam'i bayna masl a'la wa asfalihi qana soo marna a'la la masxina wa fard masl asfal lam waxa wasna inda shafi'i wa sida markaa والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعليه وصحبه وسلم